السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحشتونا جدا من الأسبوع اللي فات لغاية النهاردة. طبعا حضراتكم عارفين ان فقراتنا دايما بتبقى متنوعه، يعني مش ثابتين على فقره معينه غير فقره طبعا الشيف اللي معظم ستات مصر بتموت في الفقره دي. النهارده معانا فقرات متنوعه، معانا فقره الشيف الثابته، ومعانا فقره طبيه، ومعانا موهبه يوتيوب كده صغنططه كده هنقدمها في اخر الحلقه ان شاء الله. قبل ما نبدا النهارده الفقرات بتاعتنا، في مهرجان حصل في اسكندرية امبارح، مهرجان التذوق. المهرجان ده أنا لما شفت الصور بتاعته وعرفت موضوعه فأنا قلت لأ لازم نتكلم عليه النهاردة. مهرجان التذوق باسكندرية تحت رعاية جريدة عالم النجوم، رئيسة مجلس الإدارة الإعلامية دعاء نصر، ومعانا الصور أهي بتاعتنا. نوقف الصورة دي، إيه الإعلامية دعاء نصر بتكرم الشيفات، شيف أحمد القاضي وجنبه شيف ياسر شاكر. دي صورة من صور المهرجان، تمام؟ نكمل الصور كده. دي صورة مع شيف آلاء الجبالي، تكريم ليها طبعا في المهرجان. طبعا بص الصور كتيرة واتكرمت شيفات كتيرة جدا في المهرجان ده، بس أنا كنت عايزة أقول لكم الغرض من المهرجان إيه. الغرض من المهرجان مش موضوع مسابقة شيفات وبس، لا، موضوع إن المهرجان غرضه إسعاد الشيفات، غرضوا اللي هم يديهم الطاقة الإيجابية علشان يشتغلوا أكتر وأكتر. دعاء نصر هي صاحبة فكرة المهرجان، والقائم بالمهرجان أو اللي ساعدها كمان في إقامة المهرجان شيف ياسر شاكر. طيب هل الشيفات محتاجة دعم وطاقة إيجابية؟ أيوة محتاجة دعم وطاقة إيجابية في الفترة دي، خاصة بعد موضوع كورونا الدنيا ايه ما بقتش شغالة زي الاول، فعملوا المهرجان ده بحيث اللي يديلهم طاقة ايجابية ويشتغلوا اكتر واكتر. شيفات كتيرة جدا اشتركوا في المهرجان. انا عايزة اقول لكم ان معظم الشيفات اتكرمت في المهرجان بغرض واحد، بغرض اللي هم عايزين يعني ايه يحطوا في نفسيتهم السعادة، يعني مش غرض اللي هي تبقى جوائز، لا. فشخصية زي شخصية دعاء نصر دي ياريت يبقى شخصيات كتيرة في مجتمعنا زيها. لما تعمل مهرجان بالمنظر ده وتدعي شيفات كتيرة، ومش على فكرة مش ضروري شيفات ليها اسم، يعني فعلا المهرجان كان فيه شيفات زي الشيف الكبير محمود عطية والشيف الكبير أحمد القاضي، شيفات كتيرة جدا، بس كان في برضو شيفات طلع موهبة عندهم بس مش أكتر، يعني بيحبوا يعملوا أكل وكده كرمتهم برضو. فشخصية زي دي أنا حبيت فعلا أبدأ بيها الحلقة واشكرها جدا على المجهود الكبير اللي عملته، بالإضافة كمان إلى المجهود اللي عمله شيف ياسر شاكر. عامل جروب على الصفحة اللي عنده على الفيسبوك اسمه سفينة الطهاء، سفينة الطهاء. الجروب ده تدخل اي واحدة ما بتعرفش تعمل اكل خالص هتتعلم الاكل منه. على طول مسابقات في الجروب، نشاط غير عادي في الجروب، فيديوهات بيشجع الناس، اي حد عايز دعم من شيفات بيعرض له عنده، اي حد بيبقى نفسه يطلع حلقة، علشان طبعا في ستات ما عندهاش مولد، يعني ما عندهاش رزق غير الاكل، يعني في بيعملوا اكل بيتي كده وبيسوقوه، هو بيساعدهم كمان اللي هو يطلعهم حلقه في التلفزيون بحيث ان يبقى عندهم دعايه ليهم، اللي هو ايه يعني يساعدهم شويه في اكل العيش. فانا بشكر جدا جدا الاعلاميه دعاء نصر، وبشكر جدا جدا الشيف برضو ياسر شاكر على المجهود الكبير قوي اللي حصل في المهرجان. يلا بقى نطلع فاصل ونواصل بقيه فقراتنا.
رجعنا لكم بعد الفاصل الصغنطط ده، وهنقدم اول فقره لينا. الفقره دي جات لي عليها بقى، مش عايزه اقول لكم بقى كومنتس قد ايه ورسائل قد ايه بتشكر في البرنامج علشان قررنا ان احنا نستضيف الفقره دي. الفقره دي لشيفا، معروف عنها مش هقول لكم بقى الاخلاق والطيبه والكلام ده، ده اساس يعني كلام عادي بالنسبة لأي شيفة، لا عندها موهبة حقيقية في مجال المطبخ، عندها قابلية من الناس غير عادي، حب الناس ليها غير طبيعي اللي أنا شفته ده، يعني تعتبر في حب الناس تعتبر نمرة واحد. هي أصلا مش قاعدة في مصر، هي قاعدة أصلا في دولة الكويت، بتعمل فيديوهات على الفيسبوك وعلى اليوتيوب كتيرة، اقبال الناس عليها مش طبيعي. مجرد اللي هي بس كده يتعرف فيديو تلاقي ناس كتيرة داخلين، مش عشان كمان الوصفة، لا عشان بيحبوها من قلبهم. فأي وصفة بتعملها فعلا تلاقي ستات كتيرة طبقتها عليها ودايما بتنجح. فسبحان الله تلاقي في ناس كده عندها قبول للناس غير عادي. ده بالإضافة بقى إيه، إنها عمرها ما طلعت فيديو مثلا ترد على حد، ولا عمرها اتجرحت في حد، ولا ليها دعوة بأي حاجة غير في شغلها، فبالتالي هي نجحت. لأن فعلا الإنسان الناجح لما يحط هدف قدامه صح هو بيوصل له، ملوش دعوة بأي حد. لأن انتوا عارفين السوشيال ميديا دايما ايه، اي حد يدخل لك كده بيحاول يجيب لك احباط شويه، اللي انت ما تشتغلش كده، في تنافس كبير. هي ملهاش دعوه باي حد خالص غير طريقها وهدفها والمطبخ. معانا النهارده الشيف الجميله ساره سمير، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. مش عايزه اقول لك الدنيا عامله ايه بره على السوشيال ميديا بسبب شرفتيني ونورتيني النهارده في البرنامج. المقدمه كتيره والله، كل الكلام ده كتير جدا. لا 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 مش كتير على فكره، انا معروف عني ان انا ما بعرفش انافق حد، ولو في حاجه تلاقيني قلت على طول. بس فعلا انت شخصيه جميله جدا، لا غبار عليكي في اي حاجه، ما فيش فيديو ليكي غلطه، ما فيش تجريح، ما فيش اي حاجه، حاطه هدف قدامك عايزه تعمليه وخلاص، مالكيش دعوه بحد. الحمد لله. نجاحك بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، نجاح طبعا غير عادي. الحمد لله. قبول الناس ليكي ده طبعا حب ربنا ليكي، يعني اهم نعمه. قبول الناس ده اهم نعمه. ده من حب ربنا ليكي. قولي لي النهارده بقى احساسك ايه كده وانت اصلا معايا، وانت عارفه انا عارفه ان انت بتحبيني، انت اصلا معايا. انا بحبك جدا. ربنا يخليكي. قولي لي بقى كده احساسك ايه، طبعا بعد غربه وانت جايه في اجازه وراجعه تاني ان شاء الله، صح كده؟ مبسوطه ان انا جيت النهارده، مبسوطه جدا. ربنا يخليكي. فرحانه ان انا يعني مع حضرتك، وفرحانه بالبرنامج، فرحانه بالكلام الجميل اللي بتقوليه، فرحانه ان انا نزلت اصلا، ما كنتش عارفه انزل اصلا الفتره اللي فاتت، فرحانه اني جيت مصر، فرحانه جدا. اصل المفروض ان انا كنت هقدم برنامج من فتره، ما حصلش نصيب الحظر والكورونا وكده، فرحانه اني لحقت يعني اطلع مره قبل ما اسافر تاني طبعا، اني مش عارفه ابقى موجوده ومش عارفه ابقى متواجده بسبب وجودي بره. فالحمد لله اني طلعت مع حضرتك وشفتك. الحمد لله. والنهارده لا ان شاء الله مش دي هتبقى اخر حلقه، انت قاعده معانا بقى لغايه ما تسافري، يعني قاعده معانا لغايه ما تسافري. اقعد معاكي على طول. ربنا يخليك. قولي لي النهارده بقى هتقدمي لنا ايه؟ انا يعني كل واحد متميز في حاجه. تمام. اكتر حاجه انا متميزه فيها بعمل الاكل السهل وبعمل الاكل السريع. ايوه بنعمل الصعب وبنعمل السهل، بس احنا دايما وولادنا بيحبوا اكل الشارع جدا. عندك الكبده والسجق. النهارده انا جايه لكم بالكبده والسجق، الكشري، النجرسكو، كل الحاجات دي احنا بنحبها. البرجر مهما نعملها برضو في بنحب نجيبها من الشارع، سبحان الله. أيوة. يعني هو بيبقى ليها نفس، وسبحان سبحان الله ربنا رزقهم. بس انا يعني الحمد لله، يعني طبعا فتره الكورونا كان لازم نعمل كل حاجه في البيت. تمام. فانا دايما بحب الاكل السريع، السيدات اللي بتشتغل طبعا ربنا يكون في عونها، المراه العامله بتتعب برضو، فبنعمل اكلات حلوه وسريعه مش مكلفه زي بره ونظيفه جدا. فالنهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الكبده الاسكندراني، اسكندراني اسكندراني، والسجق الشرقي اللي هو سجق العربيات.
تمام ماشي، هسيبك تبدأي وهنطلع فاصل صغير كده ونرجع لكم بالفقرة الطبية. ورجعنا لكم بعد الفاصل ومعانا دلوقتي الفقرة الطبية. جات لنا أسئلة كتيرة جدا من سيدات بتعاني من مشكلة الالتهابات، فقلنا لأ، طالما في المشكلة دي بقت كتيرة بالمنظر ده وبتعاني منها 80% من السيدات، لأ لازم نجيب بقى دكتور متخصص يقول لنا ايه الموضوع ده وعلاجه ازاي، لان فعلا الموضوع يعني زاد عن حده مش عارفه فيه ايه. فطبعا عشان يجي معانا دكتور طبعا بيبقى مش اي دكتور، لازم متخصص ولازم استشاري ولازم يكون عنده خبره كبيره في مجاله علشان يقدر يفيد الساده المشاهدين. معانا النهارده دكتور خبره كبيره في مجال النساء والتوليد، معانا دكتور رضوى عبد الغني. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا. حضرتك استشاري في النساء والتوليد مظبوط؟ تمام. نورتيني. اهلا بيكي. اهلا بيكي. شرفتي. قولي لي يا دكتور 80% من سيدات مصر دلوقتي بتعاني من موضوع الالتهابات. عايزين نعرف كده ايه اسبابها في الاول، يعني بتيجي ازاي؟ هو احنا عشان نعرف بس الاول ناخد بس معلومه بسيطه الاول. فكره بسيطه عن في حاجه اسمها الافرازات الطبيعيه. تمام. لاي سيده او للبنات كمان، يعني حتى اللي هم من اول بقى سن البلوغ. تمام. لحد سن متقدم يعني. احنا عندنا عشان نميز نقول الاول ان في التهاب لازم اعرف الاول ايه الافرازات عاديه الافرازات ولا الطبيعيه. اعرف الاول افرازات طبيعيه شكلها ايه. تمام. لونها ايه، ريحتها ايه. بنتكلم على كذا نقطه في كل سيده لازم تبقى عارفه عشان تقدر تميز هل هي عندها اصلا التهابات ولا لا. تمام. عشان اقدر اروح للدكتور ولا ما اروحش. فاحنا في البدايه اول حاجه نحب نقولها ان الافرازات دي عند كل السيده بتجيلها في اوقات معينه. تمام. الاوقات دي كل شهر، دي نتيجة إفراز هرمون الإستروجين، وده إفراز طبيعي موجود بيتكون أيام التبويض أكتر. أي إثارة أو أي نشوة السيدة بتحس بيها بيبقى عندها شوية إفرازات طبيعية زيادة شوية. المفروض إن أنا أعرف إن الإفرازات دي عادية طبيعية، إنها ما بتبقاش موجودة على طول. كميتها بتبقى قليلة، ممكن يوم أو يومين كمية بسيطة، وقتها بسيط، وبتبقى دي ما فيهاش أي ضرر. دي بتساعد المهبل إن هو يبقى رطب، والرطوبة دي مهمة جدا أثناء العلاقة الحميمة. الرطوبة دي عندنا ربنا خلقنا بيها، بيبقى فيها نوع من أنواع البكتيريا الطبيعية. البكتيريا الطبيعية اسمها لاكتوباسيلاي، دي موجودة في المهبل طبيعية جدا بتنظف المهبل. تمام. فالمهبل ده عضو الأنثوي ده موجود بينظف نفسه بنفسه. حلو. يعني فإحنا عندنا يعني هي تبقى مفيدة. مفيدة. مفيدة عشان بس مفيدة. الناس السيدات تفرق ما بين ما تخافش من أي إفرازات. إفرازات تفرق ما بين النوعين. لازم كل سيدة تبقى فاهمة إن في إفرازات طبيعية في جسمها. لحضرتك قلتيها دي ده العادي. دي نتيجة زي بالظبط كده الإفرازات اللي هي بتبقى في الجلد اللي هي بتؤدي الى العرق، زي الافرازات اللي هي بتبقى في الفم اللي هو اللعاب، كل الافرازات اللي في الانف اللي هي المخاط اللي ربنا خلقنا بيها بطبيعتها عشان بينظف المكان نفسه بنفسه. وفي نفس الوقت كمان دي موجوده طبيعيه، فالمفروض السيده ما تقلقش منها. تمام. اوكي. دي كده بنطمن انها مش اي حاجه تنزل على تجري على الدكتور تقول انا عندي التهابات وانا لازم اعالج نفسي. تمام. المشكله كمان اللي احنا بنقابلها، احنا طبعا تقريبا اكتر من تلت الحالات في عياده اي دكتور نساء هي المشكله اللي حضرتك بتكلمي عليها. تمام. ودي مزعجه جدا لمعظم السيدات، لدرجه انها بتيجي لكل الفئات العمريه. يعني ممكن تدخل سيده تقول لي انا بنتي بره عندها كذا 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 مكسوفه او مش عايزه
او بنتها رافضه، بنوتتها عندها 11 12 سنه صغيره 13 سنه، وفي اطفال كمان بنات بنوتات ممكن برضو بيجي لهم المشكله دي. فهي المشكله دي بتيجي تقريبا لكل السيدات على مستوى يعني عمرها كله، ممكن تقابلها مره او مرتين في حياتها. تمام. وده حاجه طبيعيه وبنشوفها على طول، وهي مشكله مزعجه اه لكن حلها بسيط وهي سيمبل، يعني ما عندناش فيها قلق يعني زي ما بنشوف الناس. تمام. بس لازم طبعا السيده لازم تعرف ان هي عندها حاجه اختلفت عليها، والاعراض اللي لازم تروح تزعجها هي دي ساعتها اللي لازم ساعتها ايه تبقى تتجه الى الطبيب يعني لازم. تمام. طيب دلوقتي احنا عايزين نتكلم على الالتهابات المزعجه بقى. نعم. للسيدات، والسيدات خاصه بعد موضوع الحمل والولاده جات لنا اسئله كتيره قوي بخصوص الموضوع ده، وفي سيدات بتعاني بيقولوا احنا ما بنعرفش ننام. نعم. من كتر الالم. تمام. وبيروحوا للاسف لدكاتره برضو بياخدوا علاج وبيقولوا شويه وبترجع تاني، اسبابها ايه بقى؟ وعايزين نعرف حكايتها ايه بقى دي والخلاصه بتاعتها. هي الالتهابات عندنا بقى بتتقسم الى ثلاث انواع. تمام. نقسمها ثلاث انواع، في التهابات بتبقى اسمها بكتيريه، وفي التهابات نتيجه بكتيريا يعني. تمام. وفي التهابات فطريه، وفي التهابات فيروسيه. انا عشان اعالج لازم اعرف ايه السبب. ما اقدرش ادي علاج من غير ما اعرف السبب ايه. المشكله اللي حضرتك بتقولي عليها دي هي المريضه عشان نفس الكلام احنا بنقول العينه مكسله متردده محرجه انها تروح تكشف، فبتعمل ايه؟ بتلجا الى صديقتها، تلجا الى مثلا زوجها يقول للصيدلي عايزين علاج لكذا فيديله دكتور الصيدلي. فالمريضه بتاخد علاج غير مناسب ليها. تمام. وده غالبيه الحالات يعني. تمام. ان المريضه ممكن تاخد علاج غير مناسب، المريضه ممكن تاخد يعني راي زميله او صديقه ليها بدون ما تستشير طبيب، فممكن الاعراض اللي عندها ممكن تقل وقتيا، تقل يومين ثلاثه وترجع تاني لانها ما خدتش العلاج ما تشخصتش صح. ما تشخصتش صح. احنا عشان نشخص صح احنا لازم يعني احنا عندنا الالتهابات الفطريه بتبقى اكتر ليها سماكه معينه. تمام. ليها بيبقى لونها ابيض متكتله زي القطع الزبادي او الجبنه كده، مع مصاحبه ليها ريحه وساعات ما لهاش ريحه، معاها هرش كتير قوي من تحت، المدام ممكن ما تقدرش يعني فعلا فعلا حتى تلبس الاندروير بتاعها. تمام. احنا عندنا الاعراض بتاعه الالتهابات البكتيريا ممكن تبقى في ريحه سيئه جدا، ممكن افرازات صفراء، ممكن تميل الى الخضار. دي بتبقى كتيره 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 ويوميا. عندنا الالتهابات دي الاعراض ممكن يبقى نفس الاعراض مشتركه مع بعضها، يعني المريضه تيجي تشتكي من اعراض وهي لما نشخصها حاجه تانية. وبالتالي هي في يعني في تداخل في التشخيصات وفي تداخل في العلاجات، فعشان كده ممكن ما تجيش النتيجه كويس. فهي تمام. الصح ان المريضه لما تحس باي حاجه مش طبيعيه عليها، سواء زادت الافرازات، سواء في حكه، سواء في ريحه مش لطيفه، هي لازم تروح للدكتور وتتشجع. يعني الاعراض اللي حضرتك بتقوليها دي اول ما حد يلاقيها عنده يجري على الدكتور. بصراحه المفروض ما تترددش، بلاش بقى الصيدليات يا جماعه وكلموا لان فعلا كله بياخد مثلا اللبوس. اللبوس ده يعني هو موضعي بيعالج زي ما ادي مسكن للالم، يسكن الالم، بس انا ما شفتش السبب الحقيقي وعالجت الميكروب اللي عامل المشكله دي. تمام. فعشان كده ادام احنا ما خدناش علاج مظبوط، في بعض السيدات كمان ممكن تاخد علاج مظبوط وتروح تكشف ويجي لها تاني برضو يرجع تاني. دي بتبقى اسبابها ممكن بقى حاجات تانية كتير، اهمها نقص المناعة في الجسم. نقص المناعة دي اول طبعا مرض بيسبب بشكل كبير، او حتى احنا ممكن تبقى هي عندها التهابات ومش متشخصة، مريض السكر. يعني مريضة السكر لما انا بتجيلي مريضة ببعتها المعمل تعمل ثلاث حاجات،
بعمل لها تحليل سكر، بعمل لها تحليل بول، وبعمل لها مسحة. المسحة دي من المهبل بتديني نتيجة إيجابية، لأنها دي بتبقى مزرعة بيتعمل المزرعة للمسحة دي، نعرف منها يتحدد أنا عندي ميكسد انفكشن بقى، أو عندي بكتيريال، أو عندي فانجل، فبحدد العلاج اللي أنا هقدر أدي. تمام. والعلاج بسيط وسهل، لكن إحنا للأسف ما يعني إيه زي ما بقول لحضرتك بيبقى فيه تداخل في التشخيص. التشخيص لما ما كانش من أول مظبوط الدنيا العلاج مش هيبقى مظبوط. يعني أهم حاجة يكون التشخيص، السيدة تعرف الالتهابات دي عندها مفروض تبقى طبيعية وأني نوع. لو شافت اللي هي الأنواع اللي حضرتك ذكرتيها دي مفروض بتلجأ على طول للدكتور من غير كلام. أيوة، بلاش الاستشارات الخارجية بقى اللي بتحصل معظم السيدات دي. احنا احسن شعب بصراحة، حتى احنا بنشوف المواضيع يعني مشكلة بسيطة حلها بسيط، لكن ممكن تأدي بينا مضاعفات كتيرة غلط. حتى في المرأة الحامل، يعني انا لما بتجيلي مرأة حامل برضو من ضمن السكرينج عندي تست ان انا لازم اعمل لها المسحة دي في اوقات مختلفة من الحمل، لان هي ممكن تكون تقولك الافرازات الطبيعية يعني احنا كذا مريضة تدخل تقولك انا عندي افرازات وانا حامل، نقول لها طبيعي تمام العادي، فهي الافرازات نتيجة الهرمونات بتاعة الحمل بتبقى زايدة، الاستروجين مع البروجسترون وكده، فاحنا بنشوف ان الافرازات دي بتزيد اثناء الحمل، كل الحوامل عارفين كده، بس هي المفروض برضو تعمل تيست تبقى عارفة، لان لما بتكون الافرازات يعني قلبت التهابات ده ممكن يدخلها في مضاعفات كتير قوي احنا في غنى عنها، زي مثلا ايه ممكن يجيلها ولادة مبكرة، لان بيحصل انفجار لجيب المية هيدخلها في ولادة مبكرة، البيبي لا قدر الله يخش حضانة، حاجات زي كده. المفروض كل حاجة سببها بسيط في متابعة عند الدكتور على طول يعني، ودي سببها بسيط. او انا برضو مع حضرتك في الموضوع ده، ان اي واحدة حامل لازم يبقى فيه متابعة. طبعا الدكتورة بتحدد لها كل اسبوعين كل شهر كده، ما تسيبش نفسها، لان للاسف في سيدات برضو بتسيب نفسها خالص، حتى تقول لك نوع الجنين لا مش عايزه اعرفه بقى، يعني ساعه الولاده لغايه دلوقتي. شوف حضرتك احنا في القرن الكام وبرضو في موجوده العقليه دي، وللاسف العقليه دي لما يكون في خطر على البيبي ما بتعرفوش غير لما يحصل لا قدر الله بقى مشكله في الاخر. في بنات برضو ده حاجه بقينا نلاحظها كتير قوي في عيادتنا، ان ممكن تجيلك مثلا يعني سيده لسه متجوزه جديد عمرها 20 21 سنه صغيره لسه وما حصلش حمل وفي تاخر في الحمل، ودي اللي احنا بنقول عليها مضاعفات بقى القصه دي، يعني هي التهابات المهبليه حاجه بسيطه ومش يعني مش مقلقه وعلاجها بسيط، لكن لازم اعالج بسرعه، لان انا البنوته دي ممكن وهي صغيره كان بيجي لها التهابات وهي ما بتقولش، وهي يبقى في خجل كده، او وهي ما ولا قالت ولا احرجت ولا خبت، والموضوع ده نلاقيه يظهر بعد كده ان حصل تاخر في الحمل والانجاب. ليه؟ عشان هي حصل التهابات، التهابات اللي في المهبل طلعت لغايه عنق الرحم، وصلت من عنق الرحم دخلت لغايه الرحم والانابيب، وصلت للفالوبيان تيوب قفلت الانابيب نعمل لها مثلا اللي هي اشعه بالصبغه على الرحم عشان نشوف الانابيب بتاعتها، نلاقيهم مسدودين، تضطر تلجا للحقن المجهري. ودي دخلت بقى موضوع كبير بقى، ودي مضاعفات يعني خالص. بعيده جدا، مع ان هي لو كانت كشفت بكل بساطه وسهوله كان الموضوع خلص، كان الموضوع خلص. فعلا معلومات جميله جدا من حضرتك، وافدتينا فعلا في البرنامج، وان شاء الله دي مش هتبقى اخر لقاء معانا، كل مره نلاقي كده موضوع وتفيدي الساده المشاهدين. بشكر حضرتك جدا. حاجه بسيطه، اهلا ميرسي جدا، هي انا بس حابه بس انصح السيدات كلهم بشويه تعليمات وقائيه كده. اتفضلي. احنا المنطقه الحميمه دي لازم تبقى جافه جدا. تمام. يعني لازم التويليت لازم على طول يبقى فيه تيشو، لازم لازم تلبس اندروير قطن 100%، لان دي الحاجات العوامل اللي بتساعد ان المراه يجي لها ده. في بعض السيدات اول ما تتجوز تبدا تستخدم فاجينال ووش على طول على طول على طول، ده للاسف بيموت البكتيريا الطبيعيه. الدش المهبلي وده اتمنع تماما، انا ما بنصحش بيه خالص.
المهبل بينظف نفسه بنفسه، فممنوع الناس اللي بتستخدم انتي بيوتيك كتيره بدون اي داعي يعني يكرروا او ياخدوه بدون جرعات ثابته. الادويه زي مثلا لا قدر الله عينه خدت كورتيزون كتير، ده بيضعف المناعه بتاعتها، فتلاقيهم معظم السيدات اللي بيجي لهم تكرار للالتهابات بيبقوا في حالات اللي زي كده. بشكر حضرتك على النصايح الجميله دي، وان شاء الله ما تبقاش اخر فقره ان شاء الله، نحدد بقى مواضيع تانية نفيد الساده المشاهدين بيها، وحضرتك تشرفيني. نطلع فاصل صغير كده ونواصل بقيه فقرات. ورجعنا لكم من الفاصل وانا قاعده كده ماسكه الموبايل وبقلب على الفيس السوشيال ميديا عامه، لقيت ولد موهوب جدا بيغني مهرجانات وبيمثل مع اخوه. بص يعني حاجه موهبه فعلا كده بس مدفونه، فقلت لا يعني نعرف ده مين بقى. فالمهم الاعداد كلمه قال له انت منين وانت ايه حكايتك بقى؟ قال له انا من محافظه المنيا من حته اسمها صملوط. طب انت عندك كام سنه؟ انا عندي 15 سنه. طب بتغني من ايه؟ دي موهبه وعندي والدي بيشجعني على الموضوع ده. قلت لا يجيب بقى يجيبه ونعرف بقى حدوته ايه. علي الكينج صح؟ ازيك؟ كويس الحمد لله. منورني. الله يخليك. قولي إيه علي كينج ده اسم الشهرة؟ اسم الشهرة علي كينج. طب اسمك بقى الاصلي ايه؟ اسمي علي ربيع علي. علي ربيع علي. تمام. قولي بقى الموهبة اللي انا شفتها والاغاني والتمثيل ده بقالك قد ايه؟ يعني بقالي في حدود 4 شهور كده بدأت. 4 شهور بس وعامل الموضوع ده وعندك ألوفات بالمنظر ده على السوشيال ميديا. ما شاء الله. انت من المنيا من صملوط. صح كده؟ طيب قولي بقى مين اللي شجعك على الموهبة دي؟ والدي ووالدتي طبعا واهلي شجعوك. اللي انت تعمل فيديوهات باستمرار انت في سنه كام؟ انا حاليا في ثالثه اعدادي. في ثالثه اعدادي. قولي بقى يعني شاطر كده في الدراسه زي ما شاطر في السوشيال بجد؟ المدرسين اكيد شايفينك دلوقتي هيقولوا شاطر. ما شاء الله. يعني انت بتقدر توفق ما بين الدراسه عندك وما بين موهبه السوشيال ميديا؟ في وقت الفراغ كده بعمل فيديوهات. وقت الفراغ. انا لاقيه ان في كمان ناس معاك في الفيديوهات، دول صحابك ولا اخواتك؟ لا ولاد اخت احمد رؤوف ويوسف رؤوف. ولاد اختك. يعني العيله. العيله موهوبه كلها. ما شاء الله. طب انت مش ملاحظ ان هي محافظه المنيا وصملوط بعيد مفروض عن القاهره واسكندريه اللي هي المدن اللي فيها فعلا المواهب، او مش بلاقي حد فعلا كتير بيشجع ابنه في المحافظات ان هو يعمل حاجات على السوشيال ميديا؟ غالبا كده يعني مش كتير. مش كتير. صح؟ على حسب الاماكن الارياف اللي احنا فيها. ما انا ده اللي انا بتكلم فيه، انه مش كتير فعلا تلاقي حد على السوشيال ميديا من المدن عامه، فانت تعتبر حاجه فريده يعني. صح؟ باباك بيشجعك بقى؟ بيشجعك ازاي بقى؟ لا يعني مثلا يعني لو كده ما كانش سابني ان انا عملته، كان خلاني في المذاكره. كان قال لي دي حاجه فاضيه وكده بس. بيشجعك. اليوتيوب عندك طبعا بيبقى ايه مصدر دخل ليك. صح؟ يعتبر مصروف شخصي ليك. بتبقى مبسوط كده اللي انت عامل حاجه كويسه وبتقبض عليها فلوس؟ ايوه بقى، بعد ما اعمل فيديوهات وكده اخر الشهر بحس ان تعبي ليه فايده وكده يعني. يعني كويس قوي. السن ده 15 سنه بيجتهد في مجال معين حتى وهو في البيت من غير نزول ولا طلوع ولا الكلام ده اللي احنا ساعات بنقلق على اولادنا، وبيعمل فيديوهات وبيقعد يشير ويتعب فيها ويقعد يعمل مونتاج ويعيد ويزيد فيها، وفي الاخر يلاقي نتيجه تعبه رزق بيبعته له اخر الشهر. مظبوط كده؟ ده بالاضافه الى الشهره يعني. شفتك بتغني اغنيه للمهرجانات والهيصه بقى اللي هي الموضه. عايزين نسمع حاجه صغيره كده. ماشي. هغني لك في المعارك احنا الكبار. ماشي. في المعارك احنا الكبار. تمام. يلا. في المعارك احنا الكبار فوق وتحت نعمل انفجار، تلاشان لا تاخد يد النار بيقولوا عننا ما طريش. في المشاكل احنا نمبر ون، اصغر حد فينا قلبه جاحد، دي محكم مننا ضربت ساحت، اصل احنا ما بنجليش. ما شاء الله.
لا صوتك حلو وعايز حد بقى ايه ياخد بايدك كده في المجال ده. ممكن بكره نلاقيك زي المطربين المهرجانات الكبار، مش بعيد عن ربنا يعني. يعني كل واحد بيبدا صغير كده وبينمي الموهبه، وانت عندك ما شاء الله شعبيه كويسه على السوشيال ميديا، فربنا كريم يعني. استبشر خير يعني. وانا بقول يعني لأي حد عايز ينمي موهبة أو يساعد في موهبة ياخد علي فعلا موهبة أهي جاهزة وينميها. بشكرك على اللقاء الصغير ده، وإن شاء الله اللقاء يتكرر. نطلع فاصل ونرجع بقى لفقرة المطبخ، آخر فقرة معنا. تمام. ماشي اوكي. عمو عايزه في فقره المطبخ يكتب اكلك ألذ مع ساره. ممكن صفحه اكلك ألذ مع ساره اسمها الفيسبوك ويوتيوب ساره سمير بالانجليزي. اكلك ألذ مع ساره على الفيسبوك. اكلك ألذ مع ساره على الفيسبوك. ايوه ماشي ماشي خلاص يلا. حاضر ماشي يلا. اهلا بك. انا على فكره انا موبايلي بره، لازم اتصور معاكي. ما انا مصور، هنخلص من هنا. مش عارفه اشاور تاني ولا ايه، نمشي ولا اشوفك تاني؟ انت فانا بقى تبعتي لي فيديوهات هعملها لك. ياسين سجق من اللي انت بتحبه. بس اكيد يعني طنط عاملاه غيري طبعا عشان انت بتزفني. ورجعنا لكم لفقرة المطبخ الجبارة النهاردة، وسارة خلصت تعتبر يعني. عملت الكبدة وعملت سجق. قولي لي بقى سارة عملتيهم ازاي؟ حاضر. الكبدة دي كبدة اسكندراني. تمام. الكبدة الاسكندراني تبقى مقطعة قطع صغيرة، بس هم هناك مش بيعملوها كده يعني، مش مكعبات زينا. هم هناك بيعملوها عصافيري، اللي هي بتبقى زي شرايح رفيعة قوي كده. بس الجزار هتجيبها لي كده. بنحطها في بولة وبنحط عليها معلقة كبيرة من دي الكاب. معلقة كبيرة من الثوم المفروم، معلقتين من الخل، ومعلقتين من عصير الليمون، معلقة كبيرة من الملح، احنا بنتكلم على كيلو من الكبدة، معلقة كبيرة من الكمون، معلقة كبيرة من الكزبرة، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. نقلب كل ده مع بعض ونسيبها متبلة نص ساعة بس. بعدين بقى نجيب طاسة ونحط فيها معلقتين من الزيت، وإيه ننزل بالكبدة. هنسمع لازم الزيت يسخن، نسمع بقى التش، نسيبها بقى ونشوحها مفيش بقى 3 4 دقايق، وننزل بقى بالفلفل. بننزل بالفلفل لما الكبده بتستوي، الفلفل ما بيقعدش على النار، لازم تشوفي لونه كده. بعد هي الكبده سريحه جدا، وطبعا هي عليها بهاراتها وعليها كل حاجه، وبتبقى زي ما انتم شايفينها كده يا جماعه ريحتها، مش عايزه اقول لكم جباره 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 يعني. بتبقى حلوه جدا.
تمام. دي الكبده الاسكندراني ما بنحطش عليها بقى فلفل ملون ولا حاجات من دي. الاسكندراني مفيش الكلام ده، مش محتاجه. السجق بقى ده الالوانات دي، السجق بقى ده برده سجق عربيات، سجق شرقي. ده سجق من عند الجزار. احنا بنعمل ايه؟ بنجيب الطاسه وبنحط فيها معلقتين من الزيت، ما بنكترش عن كده علشان السجق نفسه فيه كميه كبيره من الدهون. واول ما الزيت بيسخن بننزل بالسجق، نشوحه بقى دقيقتين ثلاثه، وبعد كده بننزل بالبصل والثوم. كيلو السجق هياخد معاكي حبتين كبار من البصل، حبه تكتري حبه تقللي براحتك بقى. فصين معلقه صغيره من الثوم، وبرده نشوح كده وبالطماطم، وننزل بالطماطم حبتين كبار من الطماطم قطع صغيره، ونشوح. بهاراتنا بقى ما بنكترش بهارات، لان السجق نفسه بيكون فيه البهارات بتاعته. بنحط معلقه صغيره من الفلفل الاسود على الكيلو برده، يعني لو نص كيلو، نص كيلو بنحط نص معلقه صغيره، نص معلقه صغيره من البابريكا، رشه بسيطه جدا من الملح لان هو بيكون فيه ملح، ورشه بسيطه من الكزبره، ورشه بس كده. بنشوحهم بقى كلهم مع بعض، ولما خلاص بيدخل في السوى وتلاقي الطماطم خلاص اختفت والبصل داب، بننزل بالفلفل تقلبتين وبيكون معايا مستوي بالشكل الجميل ده. ونعمل بقى السندوتشات. يلا نعمل السندوتشات بقى، ونعمل بقى السندوتشات. يلا بصي لقيته مفتوح طبعا. ولازم طبعا معانا كده الترشي. اسمها ايه؟ انا رحت جبته مخصوص امبارح من شبرا. ترشي شبرا ده موضوع كبير يعني. انا رحت شبرا مخصوص علشان اجيبه، ومعانا طبعا البشل اللي معاكي، استخدمت الطحينه. لا لا، اللي قريبتك اللي كانت معاكي بره. امنيه. ايه؟ امنيه فتحت العيش، كتر خيرها معانا، قلت اشكرها. مرات اخويا. هنحط بقى كده على طول. ايوه، بس اهم حاجه بس نتاكد ان هي مملحه كويس. تمام اهي كده. حاضر. استاذه داليا هي اللي عامله الحاجات دي يا جماعه، ولا اي حاجه ولا دموع. انتوا عارفين اصلا يعني انا اكل بس. استاذه داليا بتعشق المطبخ. جدا جدا، فرقعه. انا عندي المطبخ فرقعه. وطبعا يعني انتوا عارفين لازم الكبده دي معاها ايه بقى؟ فلفل حامي. صح. وهم شويه جرجير كده. وهم 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 بجد، بس عشان اكل بقى براحتي بعد شويه جرجير. لا 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 انسي حاجه يا جماعه. مش عايزه اقول لكم، ان شاء الله احنا عاملين حلقات للمطبخ، فقراتها هتبقى المطبخ بس، يعني البرنامج هنبقى نقسمه فقرتين، المطبخ بس وفقره هتبقى لضيف. ده الجديد معانا، وان شاء الله ساره هتشرفنا تاني عشان احنا مش بعناش منها وعايزاها تقعد معانا وقت اكبر ان شاء الله. والحلقه خلاص خلصت، فانا بشكرها جدا جدا يا ساره، شرفتيني حبيبتي. وان شاء الله مش تبقى اخر حلقه، وهتشرفنا تاني، ونحاول نجيبها قبل ما تسافر ان شاء الله. بشكركم وبقول لكم في رعايه الله، ونتقابل ان شاء الله الاسبوع اللي جاي. السلام عليكم.